السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة النهاردة معايا مريم وجنة وتوتا، هنعمل أربع تحديات، واللي هيكسب التحدي هياخد معانا 200 جنيه. يلا بينا نبدأ. أول تحدي هيكون عبارة عن اللي هيقدر ياكل معلقة شاي. يلا نبدأ بمريم. يلا يا مريم. لا شيلي ايدي. طبعا مريم ما قدرتش تاكل معلقه الشاي وراحت بسرعه وجري. يلا طعمها وحش. يلا يا جنه. مرجوك. لا كليها كلها. طبعا جنى ما قدرتش تاكل وخسرت معانا. يلا يا توتا اتفضلي. طبعا كله خسر في التحدي الاول. يلا بينا نبدا التحدي الثاني، الجوله الثانيه، اللي هيقدر يشرب معلقه خل. نبدا المره دي بجنه. يلا يا جنه. هي خلصتها مريم. كملي. توتا. ايه ده كله كسب في التحدي الثالث. طيب ميه عادي تشرب بس ما هشرب على ميه. بعد ما كله كسب في التحدي اللي فات اللي هو تحدي الخل كله كسب فيه طبعا، دلوقتي تحدي الليمون اللي هيقدر ياكل اكبر كمية من قطع الليمون. يلا يا توتا. يلا كله ممكن يبدأ مع بعض. انا خايفة منها اصلا. توتا كلت قطعتين وجنة كلت قطعتين، مريم كلت قطعة واحدة. يلا يا توتا. كده الفايزة توتا كلت ثلاث قطع. تحدي الليمون طبعا توتا كلت أربع قطع وجنة كلت قطعتين ومريم كلت قطعتين، توتا هي اللي فايزة في تحدي الليمون. دلوقتي آخر تحدي معانا تحدي الشطة، وبعد كده هنحكم مين اللي فاز، واللي اللي هيفوز هيفوز ب 200 جنيه، يعني كل ده علشان 200 جنيه. يلا يا مريم. لا مريم كلي. طيب لا مش هقدر. مريم انسحبت من التحدي. يلا يا جنة. ماشي قول. لا دي واحدة. هترجع التحدي تاني؟ ماشي اوكي. كلي. اعمل كده وكذا.
الصراحه انا اصلا مش بقدر اكله. مريم طبعا انسحبت من التحدي ودلوقتي فاضل معانا جنة وتوتا. مريم طبعا جريت على الحمام عشان تغسل بقها. جت رجعت. اخبار الشطه ايه يا مريم؟ يلا يا جنة. لا خليها عيني. طب يلا يا توتا. لازم تبلعي. تعالي تعالي. دلوقتي تبارك انسحبت من التحدي وفاضل جنة في تحدي الشطة. يلا يا جنة. انا مش قادر انا خايفة. طب جربي. طيب لما شفتهم اصلا. لا الحته اللي تحت مش حريقه. دلوقتي بعد ما قالوا الشطه طبعا مش قادرين يتكلموا. الشطه كانت حاميه قوي. حاميه جدا. كل ده عشان 200 جنيه؟ اه يا ريت لو كنت عملتها. هتعملي ايه بال 200 جنيه يا مريم لو كسبت 200 جنيه؟ مش عارفه. طب انت يا جنة تعملي ايه بال 200 جنيه؟ وانت يا توت هتعملي ايه بال 200 جنيه؟ هروح اكشف على الناس.